السلام عليكم. هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي ننقل الشغل من سكتش اب للريفت. هقول له فايل سيف از واروح مسافه بين التيتل بتاع السكتش اي فيرجن، هتسافه مثلا على الديسكتوب، وبعد كده اروح للريفت، هاجي في المسنج اند سايت واقول له امبليسمنت. تمام. دلوقتي بقى من وانا في الماس هروح لانسيرت، ممكن اقول له لينك كات او امبورت كات. لينك كات لو انت عايز تقول بيحصل تعديل في الشغل السكتش اب بيحصل التعديل ده معايا هنا. امبورت كات لو عايز مجرد تاخد الشكل وخلاص هيبقى ساكت معاك. بعد كده اقول له ديسكتوب مش يظهر معايا، هاجي هنا اقول له انا عايز السكتش، يبدا يظهر لي الملف اللي انا اخترته. تمام. اقول له اوبن، هل ممكن اقول له انسرت لينك كامل من غير ما اكون موجود في الماس؟ اه، بس في ميزه موجوده لو انا اخترت في الماس، هنشوفها مع بعض دلوقتي. دلوقتي اقول له فينش ماس، وبعد كده هاجي هنا مثلا من الول اقول له انا عايز وول باي فيس، ببدأ الحاجات اللي الحوايط احولها لحوايط بالشكل دوت، وتقدر تقول له ارسم لي الارضية والسقف وكل الحاجات ديت من خلال روف باي فيس او ريتروف. فلو انت جيت اخفيت الماس هتلاقي بعد ما خدت الماس ظهر لك الحوايط والسقف والبيت، يعني تقدر تاخد اي شكل بالسكتش اب وتحوله لعناصر موجودة في قلب الريفت.